وإلى خبرنا الأخير، حيث وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على 3000 أسرة من أبناء وأهالي مدينة روك بمديرية المكلا في إطار الدعم المتواصل لدولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق. وتأتي المساعدات الإغاثية ضمن سلسلة من الحملات نفذتها الهيئة في عموم مديريات محافظة حضرموت، إضافة إلى وصولها لمناطق نائية تعاني نودة الاحتياجات الأساسية. وهذا وعبر المستفيدون عن امتنانهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته من مساعدات إغاثية من شأنها التخفيف من معاناتهم.